10 أفلام رومانسية ينصح أن تشاهدها مع من تحب. بعض الأفلام المقترحة مشهورة وبعضها ربما لم تسمع به من قبل، والبعض الآخر سوف يجعلك تضحك بينما البعض الآخر سوف يجعلك تبكي. في كلتا الحالتين من الجيد أن تشاهد شيئا ساحرا مع شخصا مميزا بالنسبة لك. ستتمكن من خلال هذا الفيديو على العثور بسهولة على شيء مثالي لقضاء وقت رومانسي مع من تحب. أولا، فيلم دفتر الملاحظات. عموما هذا الفيلم ساحر ولطيف، وهو عبارة عن شخصان يقعان في حب عميق، وهما آلي هاميلتون فتاة من عائلة ثرية للغاية، ونوح كالهون ولد فقير من عائلة من الطبقة العاملة. ثانيا، فيلم الصاهر في سياتل. ينتقل سام بالدوين إلى سياتل بعد وفاة زوجته، لا يزال يشعر بالضياع والفراغ، ويحاول ابنه أن يساعده في العثور على شخص ما. يتصل الطفل بمحطة إذاعية في محاولة إيجاد شريك لأبيه ليعرف أن مكالمة بسيطة يمكن أن تغير حياتهم إلى الأبد. ثالثا، فيلم جبل بروكباك. فيلم رومانسي يحكي عن علاقة سرية وممنوعة بين اثنين من رعاة البقر تستمر لأكثر من 20 عاما. هذا الفيلم معقد للغاية من الناحية العاطفية، ويظهر لنا أن الحب يمكن أن يحدث عندما لا نتوقعه. رابعا، فيلم كليك. يجد المهندس المعماري الذي يعمل بجهد جهازا للتحكم عن بعد يتيح له التقديم السريع لبعض أجزاء حياته، سواء كان ذلك صراخا للأطفال أو زوجة مزعجة أو يوما مملا في العمل، فهو يتخطى كل شيء. على الرغم من أنها قد تبدو ميزة مريحة للغاية في البداية، إلى أن سرعان ما يدرك أن جهاز التحكم هذا يسيطر على حياته ويجبره على اتخاذ خيارات سيئة جدا. خامسا، فيلم رقص قذر. تقضي فرانسيس عطلة صيفية مع عائلتها في منتجع، وتتعرف على الأشخاص الذين يعملون في المنتج، وتقع في غرام مدربها جوني. على الرغم من أن والدها يمنعها من رؤية جوني، إلى أنها قررت مساعدته بأداء رائع. سادسا، فيلم هير. كاتب حساس ووحيد يكسب رزقه من خلال كتابة الرسائل نيابة عن أشخاص آخرين. يبدأ في استخدام نظام تشغيل جديد، وسرعان ما يبدأ في الشعور بالانجذاب العاطفي اتجاهه. سابعا، فيلم غريزة أساسية. تلفت رواية جذابة ومتلاعبة انتباه ضابط شرطة عنيف يعمل في قضية قتل وحشية. كل من العلاقة والتحقيق في جريمة القتل تصبح ملتوية ومعقدة. يمكن أن تكون الرواية المتلاعبة والمغرية أكثر من مجرد امرأة خطيرة جدا. فيلم فورست غامب. رجل من ولاية ألباما مع معدل ذكاء 75، سواء كان يقاتل في الحرب في فيتنام أو يعمل كقائد لقارب روبيان أو يصبح أحد مساهمين شركة آبل، فإنه يلهم دائما كل من حوله بتفاؤل طفولي، ولكنه يملك حبا كبيرا لأفضل صديقة في طفولته. من أفضل الأفلام الرومانسية الرائعة. تاسعا، فيلم ماما ميا. وجدت العروس صوفي مذكرات والدتها، حيث ذكرت 3 رجال كانت تواعدهم في فترة معينة من حياتها. تدرك الفتاة أن أحد هؤلاء الرجال هو والدها، وتقرر دعوة ثلاثتهم لحضور حفل زفافها لمعرفة من هو والدها حقا. هذا الفيلم المضحك المفعم بالحيوية والنشاط والعاطفة سوف يشحنك بمزاج جيد لمدة أسبوع. عاشرا، فيلم بالتأكيد ربما. يمر الاستشاري السياسي ويل هايس بالطلاق عندما تبدأ ابنته البالغة من العمر 11 عاما في طرح الأسئلة عليه حول سبب قرار والدتها بالانفصال وكيف التقيا، لكنها تريد أن تعرف القصة الحقيقية وليس مجرد القصص الخيالية. لذلك يخبر والدها ابنته عن 3 نساء مهمات مررن في حياته، ويطلب منها تخمين من أصبحت أمها،